يقول في آخر أسئلة: ما حكم من يسمع النداء للصلاة ولا يذهب إلى المسجد والمسجد يبعد عنه 10 أمتار عن البيت؟ لا يجوز لمن يسمع النداء أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى يستأذنه أن يصلي في بيته لأنه يجد مشقة في الذهاب إلى المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا يجوز لمن يسمع النداء أن يتخلف عن إجابة الداعي والحضور إلى الصلاة مع الجماعة إلا إذا كان له عذر شرعي كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد، أو المرض الذي يقعده ولا يستطيع أن يذهب معه إلى المسجد، أو يذهب بمشقة لا يتحملها. وقد كان الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم.